بيان الجيش لم يكن حاسما. لوحظت حركة كبيرة جدا للطيران الحرب الإسرائيلي حتى في سماء مركز إسرائيل، كان يسمع دوي المقاتلات الحربية الإسرائيلية من هذه المنطقة. أيضا في منطقة وادي عارة رصد حتى إطلاق صواريخ اعتراضية، لكن من غير الواضح أولا عدد المسيرات التي نجحت بالعبور، ثانيا إذا ما كانت واحدة من المسيرات قد وصلت إلى الهدف المنشود من قبل حزب الله في هذا الهجوم بعيد المدى المتجدد بواسطة المسيرات. بيان الجيش تحدث عن جهود مستمرة للرصد ولإسقاط المسيرة، ما قد يشير إلى أن المسيرة ربما أيضا قد تكون فقد التواصل البصري معها. نحن غير متأكدين حتى اللحظة من كل هذه التفاصيل، تفاصيل متضاربة تبقى ضمن التفاصيل الأولية، لكن بطبيعة الحال قد تحمل ربما الدقائق القادمة المزيد من الأنباء المؤكدة حول هذا الهجوم المتجدد بالمسيرات، والذي يأتي بعد هجوم طاول قاعدة عسكرية لوحدة جولاني أو للواء جولاني قرب بنيامينة، وهجوم آخر طاول منزل رئيس الوزراء الشخصي في مدينة قيسارية. بالتالي خطر المسيرات وتهديد المسيرات هو خطر حتى اللحظة لا يستطيع الجيش الإسرائيلي التعامل معه بصورة تتلائم مع حجم التهديد، ويبدو أنه الأكثر دقة من حيث الإصابة وكذلك الأكثر مشاكسة لأنظمة الدفاع الجوية المختلفة الإسرائيلية، ما يتطلب تدخلا مباشرا من الطيران الحرب الإسرائيلي في معظم الحالات، لأن أنظمة الدفاع الجوي الأخرى لا تتلائم حتى اللحظة مع هذا التهديد. التلفزيون العربي.